بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد بعث نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم برسالة سماوية أطاحت برموز الكفر والشرك لترفع من شأن الإنسان وتجعله في مصاف الملائكة والأولياء، وشادت بالبلاغ الإلهي النبيل أشرف حضارة بشرية، إذ استولت على العقول والقلوب بركيزة ودعامة فكر إنساني متكامل عميق الرؤى أنيق الأطر والمحتوى بلا أدنى مائز وفارق.